الله فقير فقير خوش ولد. شباب صيد اليوم طلع كل شيء بيه صيد وكذا وكذوات هذا الشص بالشص اخوانا انا صايد اكشر. هاي ما شاء الله. ها؟ شنو تعالوا شوف الاسد ايش كبره. واي وعليكم الله تديدي نبدي بالصلاه على محمد والي محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. مثل ما جاي تشوفون شباب حلقه جديده طلعت العائله وراح نصور لكم حيوانات مختلف الحيوانات. راح شنو نصور لهم؟ حيوانات. متحمسين تشوفون حيوانات؟ تعالوا نشوف. بالقلب هاي هي صايره حديقه الحيوانات بالتنومه مقابل الكورنيش. هاي كل فتره نجي لها بس يا اخوان الحيوانات شويه جاي تتاذى بسبب الحر فاغلب الحيوانات ما جاي نشوفها كل فتره نجي نلقاها متغيره. اكو كان هنا قرطه احنا نسميها ما موجوده هسه. يعني هواي حيوانات بعد اكو هناك اسود وترتيبات نشوف شنو الموجود هسه جايبين جديد لان يعني صار لي اكثر من سنتين ما جاي. هنا شوفوا بسم الله ما شاء الله هذا حمام. حمام انواع ما اعرف انواع شنو. خلنا ونس الجهال زلمه بعد مو زلمه انت؟ يلا تعالوا. تم زلمه. يغار يغار. هاي نانا بعد. دجاج. هذا دجاج ما ادري اسمه اسباني ما ادري ورد الباقلي. شوف حبيبي شوفوا شو هسه تمام. ها شني هذا بقدك ولا لا يعورك من عينك بابا لا يدفر عليك ويطقك مو خاف خاف ايه خواف ها آه خفت اي اي شجع شجع هنا انا العاب تفاصيل بس هاي الالعاب يشغلونها بعدين بيسا يشغلونها راح طلعك عادي انت شنو عملك هنا بالضبط ها خوش شو اسمك انت بالخير عباس هسه ذن شو وقت تشغلون؟ هسه عادي هسه هسه الجو حار خليها بعدين خلينا ناخذ لنا فرع الحيوانات ونرجع انت موجود غير عباس؟ يلا عزيزي تشرفت بك انا طيب يلا بابا تمشوا لنا هواي بالقلب شوف المكان هسه تعالوا خلونا نستكشف يلا شوف هذا انت شو تريد شو تريد ولك؟ شو تريد؟ اريد بس اشوف يلا تعالوا تعالوا يلا ايمن انت القائد مال الحمله شوف وين ماكو حيوانات وين الترتيبات نروح لهم نزله جيبه جيبه انخبص انخبص عبالك ما شايف طيور نزله هلا 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 حمام وطيور الحوف محميه الطيور الزينه بيت بيرد بيت بيردز طبعا السين هاي يضيفونها للجمع يعني بيرد دون سين طير فبسم الله ما شاء الله مثل ما جاي يشاهدون محميه وهاي نافوره والله نقدر نقرب عليها اي هاي النافوره بسم الله ما شاء الله خلينا هسه ندور كم طيور هذا طير يا كريم تعالوا شوفوا الشفيت مفرش منظر هذا هذا مستشهد شباب والله يساعدنا على هذا الجو شوفوا بروم هم موفرين كونفير هنا بس المفروض المفروض يخلون فد مصد للتيار الحار لان هذا التيار حار مشكله يؤذيهم بس ذاك طير ميت وهو طبعا كله طير حب هذا العادي الاسبانجلات يلا خلينا نستكشف غير مكان تعالوا يلا بابا تعالوا نشوف غير شيء ندور لنا غير حيوانات ايان ها ايان متحمس انت والله ابو علي شني لنا عصافير يلا نشوف او هاي النافوره يا نافوره وكذا طيارات بعدين اصعدكم بيها راح اونسكم وانسى اليوم ما مطروقه شباب قال لكم حيوانات جديده جايبين ما هاي الحديقه كان اتذكر بها بغاله هاي كان حصان ناعم بغل سهله صح؟ وهذا كف مريم هاي اعرفها طبعا شجره من الورد مالها الناعم اه شفت شنو شفت؟ ايوه شنو شفت؟ تعال 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 هذا حصان تعال ايوه شوف شنو هذا ايوه شنو هذا؟ شنو هذا؟ اولوك خليني اشوف والله خليني اشوف يابي الطاووس ما شاء الله ها شنو هذا الطاووس بابا بعد جمال بسم الله ما شاء الله طاووس هذا طاووس هذا شنو هذا مطي قلها مطي وكان مو مطي هان مو مطي اي اي شنو يا هان ولوك ولوك شنو قلت شنو
تعال تعال. شو المنطقة اسمها؟ بسم الله ما شاء الله لك. ها حلو سنتوح. لا ولا 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 سولف عندك تقدر يعني نسوي لك لقاء ممكن. حبيبي حبيبي الجمل بما حمل. الله فقير فقير خوش ولد. عايز اسوي له حركه بهلوانيه وش تعيدي. تعال مديك علي سلم علي سلم علي سلم علي تعال سلم علي تعال سلم علي تعال. شوف هذا شنو ايون؟ شنو هذا ايون؟ طاش بيك لا تخاف انت صير سبع. بطوط هذا بطوط حلوات. اي بسم الله ما شاء الله. الله يصيح. اه ايان ها لا تخاف انت سبع. ريحه تقتل هي ريحه مو حلوه صحيح. ولك 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 اه شني هذا طائر الغبش. هذا شوف كاتبين غبش الدجاج. هناك العوز هناك الطاووس هناك الجمل بما حمل وهذا الخيل. وينك الخيل هالقد وتباعوه كاتبين عليه الخيل. هذا بس اخ وحتى خيل ماكو باعوا له قزم. شوفوا قزم بغل هذا شنو خيل. ايون اركض اركض شوف نورس ايش لقى. بوع 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 ايش لقى نورس. ولك ايان اركض ايان اركض ايان ايش لقيت نورس ايش لقيت. علي سلم عليهن سلم عليهن ايان سلم على الصخور. لك سلم عليهن. ايه ايه سلم لا تخاف لا تخاف سلم ايوني. ايه شايف سلم بقى. السلام عليكم. يلا الماعز من فصحى ماعز بس احنا نسميه ذا جوت كريستيانو رونالدو. قولوا كل في سيفس فاتح ريشوته. هذا ذيك الرومي. عارف ذيك الرومي احنا نسميه في سيفس بابا. ها ولا كيان بابا شنو هذا؟ شنو هذا يسلم عليه واللي طلع جاي تسولف وياك ايوني. ذاك فريخهم صغيرون سبحان الله. هذا الابيض صغيرون ابنهم. شوف هذا صغير الله قد حلو سبحان الله. هذا ايش طوله؟ هذا ايش طوله؟ اي بابا هو هذا الفحل. هذا ابوهم الفحل وهذولين النعمات. طايان عجبنك؟ شوف شوف هذا الدجاج. ايش بيك مزف؟ يلا سوي له. اي عافيه اي سوي له ايان سوي له. اي عافيه جاوبك. اها اسمع صورت لكم الصخور كاملات. ايش كم صخره ثلاث صخور؟ شوفوا شباب عمي تعالوا خلينا نشوف الاسد يابه. وين الاسد ايان وين الاسد؟ الاسد من وين؟ هذا الاسد هذا الاسد هذا الاسد هذا الاسد تاج الاسد. هاي عندنا اسود هذا. اه وينه؟ ايوه يخلع عضك بوه ايش كبره يخوف. ننطب له والله من نقيه. تعالوا شوف الاسد ايش كبره. واي صار قال ما شايفه. تعال تعال نثر منك. تعال 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 بابا تعال شوف الاسد ايان تعال شوف الاسد. هذا باب الدخوليه. خلينا نشوف هنا شكو بهاي الزاويه قبل لا نروح للاسد. وعلى الاجواء قد حلوه. هذا الكابرس كله تحكي عليه. ماكو شيء هنا يا شباب. الكابرس هو الخضار كلش حلو بصراحه بس الكابرس يقولون حتى الطيور ما تعشش بيه ولا تبيض. وفعلا بحياتي ما شفت عيش بالكابرس. لا بس سويناه عندنا بالحديقه ولا حسب هذني. ايش قد اشجار كبار صايره ابد ما تلقى لك اي طير قاعد بيه. قول كم هذول ما صبروا. اركض يا اركض اركض خليه يتعشى بيك الاسد. لوك هذا شريف. اي هنا هنا الحكي هنا الحكي زين. ها شنو ايان؟ شنو؟ باوجه باوجه. لا لا بابا لا تفلون علي. احترام.
ها روح له روح خليه ياكلك خليه ياكلك. هاي نفي يا شباب، هاي نفي، نفي هاسكي، نفي كلب هاسكي. خش 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 هذا كبيره كل عيانه ياخذه يطير بي. سبحان الله ابو الجمال. لا التغيير اللي مسوينه والتغيير كلش عجبني بصراحه. طبعا هاي من مولده جاي تشتغل. التغيير اللي عجبني مخلين هذا عازل، هذا عازل حتى لا الطيور والحيوانات الجارحه تاكلها واحد. بس اخوان يعني ما شاء الله هاي كلاب الزينه. طبعا هذا بسوق الفلسين كل صارت رخيصة. والله هنا شنو، هنا شنو، والله صارت من الكلاب من المولدين من هاي كلاب انواع اشكال. هذا الواوي ما يدري اللي حصين هو هذا، لا هذا الواوي وهذا الثعلبين بدربنا، وهذا الثعلب الصغيرون هذا مصدوم. ها ها هاولك شوفها 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 هاي تعال شوفها تعال شوفها شوفها الاسد بابا. هذا هذا الاسد، الاسد نايم ما شاء الله ما تدري ايش ذي هاي بابا. ها طلع الاسود اسمعك فوكس حرامات. هذا اسد بابا اسد. قولوا قامت قامت انسانها بقد راسه. يا ابو الحاج ما تخيلون يا ولد، يعني ثاني ما ادري في جده جايبين نفي وفحل كلش شلون. قولوا عرف انه ما اقدر اصوره ولك ابو حلقه. يابا وعسانه ايش قد سال يا ناس. عليك شنو على اليد هنا شويه. ها تعالوا خلينا نستكشف غير شيء شباب، ولا تنسونا من الدعم لايك اشتراك في زر الجرس يا اخي، حط اللايك ما تخسر شيء. تعالوا شوف ايش لقينا. هذا اكبر شيطان هذا لك. ها حلوش بشبوش اقوى يا اخي مسوينها كومه مال الشراكه ما نقدر نصور يعني ما يطلعون واضحين، بس اعتقد للحمايه لان اكيد صار عندهم حوادث. خلنا اقرب لكم النون. يو يو لك ها سرسري قول بشر يا رب قول بشر سبحان الله. يوم لا يخم طن التليفون وين؟ تعال هاك تعالوا لك سربوت تعال تعال ما يجين. هاي الحيوانات شفتوها شيء كلش بسيط بالمقارنه من اول ما فتحوها، يعني كانت حيوانات بيها انا بحياتي ما شايفها بصراحه. هسه يعني بالعراق ماكو دعم اكيد، في المشاريع هي تعتمد على نفسها اكيد يخسرون تموت حيوانات. هاي العالم حقها يا شباب لانه دعم من الحكومه ماكو بصراحه. هي هاي 100% اهليه وهذا مثل ما جاي تشوفون. واكثر شيء هسه ما عاجبني بيها الاشجار الكابر هذا سم. خلصنا من الحيوانات يا ولدي وهسه جاء وقت شنو؟ والسيارات. وقت السيارات. تعال لك سايقتي. والله اختاروا لكم سيارات، اختاروا سيارات. يا بي حلو احلى سياره اختارها ايام. هسه شنو انا وايام بسياره وانتم كل واحد بسياره. بسم الله لا تسوقوا نوم عليكم اوكي؟ ايوه نوقف وقف يلا 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 انا ما اعرف هلا 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 شلون نسوقن شلون؟ ايوه شلون نسوقن؟ والله كنا انا اهتديت شنو طافيات؟ راح يشغل راح يشغل لا سوقوا سريع ودعموني يلا يلا شو اسمه؟ هاي
ولا كثير الحوادث هاي. يلا بلاكم روح ابن. يلا سوق يلا سوق 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 سوق. فرح حبيبي فرح. بالعكس بالعكس. بعد 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 بعد. فرح بالعكس بعد بعد هواي هواي حبيبي بعد. بعد بعد بعدي. اي. عور ها؟ ايه يعمل هذا خذ يعمل. هذا كله سريع لا تستنى انت عارف كيف. يا مان بالي شنو شعورك؟ يلا عشان دورني عورت اخوك ام بابا شاي هيك سياقه؟ وين نورت وينه؟ بابا ايش فيك شو القضيه؟ ايش دعمت اخوك؟ دوشته بعد تعور وضاج؟ اه صدقني تعورت؟ صدقين؟ قل له ايش فيك دعمتني؟ دعمتني؟ يلا نزل نزل يلا نزل شباب المايك طاح ما ادري يطلع لكم صوت حلو لا ها يوني ايام ما احب اللعبه حبيتها لو ما حبيتها؟ ليش؟ السيارة ما تحب السيارة؟ لأن دعمناك. يا عبي يلا يلا شوفنا غير لعبة يلا تعال شوفنا غير لعبة اليوم خليك تتونس خوش؟ لك صاروخ بابا يلا ها خبصتوني شكو شكو اه اليوم اليوم اصفر فلوسي كذا اليوم يلا اركب اركضوا اهربوا تعال 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 منا تعال منا بابا تعال ايه ولك طيارة عيوني طيارة عيوني ايه طيرون طيرون يلا الا فوق يلا هاي الا فوق هو يصعد ينزل بابا ولك اشتغلن ذني كلن اشتغلن والله اللي خاف هذا من تعورت بطنه من ساعة من الحادث ابيل 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 ها شنو يا يان شنو حلوة هاي اخوي هاي ها ولك يلا شلب لا طيح شلب عيوني هلا حلوة بابا حلوة حلوة تونس حبيبي هلا شوف هذولي ارفع ايدك ارفع ايدك يا ايان ارفع ايدك كلهم كلهم هلا هلا حبيبي خايف 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 ها والكم ساعتنا فوق آه خايف انت خايف عافية ايه لا تخاف صير سبع صار وجوة لا 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 طب خلصنا وجاي نطلع حس هذا شنو ذنب رابطين هنا وما حاطين ويا جماعة اللي هناك لا سوي عمياني ها يوني ها عبالك بزوني ها يان هذا الحمام الحمام طلعوه من برا شباب يا بشوفوا لي المنظر شوية يعني والله الكاميرا ما مطيت حقه حرامات كورنيش من جهة التنومة شباب صيد اليوم طلع كل شيء بيها صيد وكذا وكذوات هذا الشص بالشص اخوانا انا صايد اكشر ملك الشص بس شني هنا اكو بلد هسه شنو اشرح لنا اشرح لنا على البلد لان انا البلد ما عندي خبره به ينكف هيك انا بالذبين فته اه حلو كم راس تمام بس هنا شو ماكو لا نقر لا كي شو ماكو اي ماكو ما ادري انت
تدري شنو السبب؟ هاي طولها طولها من الفلينة اللي جوا طولها. لا حتى لو ما لها شغل. لا قصيرة كلش هاي السمكة إلا بعلى يلا تطلع لي فوق. بسم الله. يا الله يا الله جاي تنقر مو؟ طالع طالع. إيه طالع. أصيدها؟ ما جاي تنقر. أسحبها. بلد وشص صياد ثنائي يعني نقرب نقرب لازم لازم تغب كل واحد يسحبها هسه يسوي لنا مشى شيء طين طين شكرا حبيبي العفو شباب هنا لا كنا نقول لا كل شيء ماكو عود انا قلت اسوي لكم حلقه مال صيد كامله فجيت اجس النبض ماكو حتى نقر ماكو هنا دول شباب ما صايدين شيء؟ كلش ما صايد ماكو السالفه شباب جيت انا اسال الجماعه قلت لهم اكو نقر اكو صيد طلعوا الولد من كربله حياكم الله هذول المعازيب من وين نروح هناك فجماعتنا يروحون هناك يقعدون عندهم هسه هم جايين على مود اللعبه مال العراق وظلوا لنا ثلاث ايام وجاوا يصيدون يغيرون جو تخيلوا جماعه كربله جاوا يصيدون وهيثم ما جاي يصيد بشرفكم ترضونها بس شنو يا شباب لا اكو نقر اكو شيء؟ اكو نقر؟ اي شو يسوون يقولون ماكو نقر ولا لا اكو صيد اكو ولا بس نقر؟ لا بعدنا احنا ما صايدين شو كنت انتم جيتوا اول يوم؟ اي اول يوم صايدنا ربع ساعه موفق ان شاء الله موفق ان شاء الله من هالقطاطين والله ما ادري شباب اجي اسوي لكم حلقه خل اشوف كلامكم اذا قلتوا لي تعال تعال انا مشتري عندي بلد واذا هاي اسوي شص لان بشص انا بطل وانترض تعليقات عوائل هنا وكذا وكذوات على طول الشارع سياحة وسفر شباب من هاي المضبوطة كلش يعني متعوب عليها يعني أنا ليش ما أطلع فوق هالطلعات كلها من وراك من وراك ما أطلع ما شلون بوعلي ما تمشي كلها كلها صاعد علي عند حصان عندك كان حصان بس شايلك بس شايلك شنو غير أنا شايلك شنو شايل علي بس شوفوا لجمال الكورنيش والجسر الايطالي ما شاء الله المشاهد الجميلة شبعنا منها انت شبعت لو بعدك ما شبعت بس شبع وانت ايوني شبعت لو بعدك ها تونست لو لا تونست لو لا بعدك ما متونس اياك لا وشي وانت ايمن تونست لو لا حلو وانت انت نفسها مهمك لا وشي طالع عليك صربية بقى صربية كم مساوي جواب تعبت تعبت من المشي متت 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 هي هاي طلعتكم من نطلع وياكم تاذوني يابا الاسود صفوها الاسود والله بالعافية الف عافية حبيبي الف عافية هذا كلكوتش اقول لك انت كذاب ها ما ماكل مين الا ماكل بابا شاي شن طلعت لي قدام